السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في سلسلة السياحة. آخر مرة احنا بدينا هذا المكان السياحي الصغير، حلو، وحاطين فيه سوق، حاطين فيه أمور، وبدينا نحط طبقات الحديقة. والحديقة طبعا يبقى لها شغل وايد، لكن الشيء اللي أحس يباله غير هذا الشيء محلات. نحن محتاجين بعض المحلات على زاوية المكان صراحة. عندنا باركنات وعندنا كل شيء، بنسوي شوي زحمة بس مش مشكلة. خلنا نحط بس شارع الحشيش، نسوي ابجريد. فالحين اللي راح يستوي كالتالي: المنطقة أول شيء بوصلها بالمنطقة الثانية هاي، حلو، وخبرناكم على المنطقة هاي قبل، لكن هني الحين أبغى أسوي محلات. نظام سويناه قبل الحين، اللي هو محاطة، يعني مساحة صغيرة بس فيها محلات. الأخيرة أحس إني أكسرها أفضل، هاي بيكون فيها محلات. طبعا المنطقة هاي كلها منطقة وناسة قلنا قبل، فما ما عليكم برا، ما راح يكون محلات حق الوناسة، بس خلنا نتأكد هو ضمن الزون. ضمن الزون كامل، ضمن الزون. انزين، المحلات راح تكون هني بالطريقة هذه قريبة للشارع العام. محلات ترى التجارية ما تتأثر وايد بالصناعة والإزعاج، فعادي تحطونه عند شارع، عادي تحطونه، عادي جدا، ما عندكم مشاكل. لكن في مي، في مي أخيرا. انزين، الحين الحديقة نفسها، الحين المنطقة السكانية الثانية اللي كنا نتكلم عنها، المنطقة السكانية الثانية راح تتألف من شارع رئيسي، 4 شوارع، اللي هو هذا الشارع راح يكون ان شاء الله. اشوف راح يتوصل هني. نايس نايس نايس، يتوصل هني وايد حلو. زين، هاي المنطقة راح تكون عماير، وافضل اني احطي شوية بوليسيز او قوانين على العماير هذه، اوكي، لان الحين هالناس راح تتنقل عن طريق الحديقة اللي هني والمحلات الى طرق المواصلات اللي راح نوفرها في الزاوية هني. بعد نبى نحط في الزاوية، صبر، خلنا معك، خلنا مع العالم هني، نبى نحط مترو. شو المكان في تغيير دائم المكان، يعني مش انه شو اسمه دائما نبدأ نغير فيه. هني راح يكون ممر في الحديقة، يعني خلينا نسير الحديقة العامة، الباب الجانبي هني، باب هذا ما عليه، بنعدله شوي مو مشكلة. هني باب، هني باب، بنكثر شوي البيبان لأنه بيس اوريدي اكيوبايد. خلنا نحاول نحطي بالطريقة هاي، استوى الطريقة هاي، استوت في الطريقة هذه، بنحطي باب هني. ممرات الناس ولا الأماكن اللي تمشي فيها الناس راح تمر عن طريق شو، حدائق. طبعا انا مش وايد مع ان سيدة ولا عوي ولا ها ولا ذاك، لان عادي يعني ما راح يكون شيء بهالخطورة. صبر، بنسوي المكان عدل اول شيء، نسوي الحديقة المحيطة فيها طريقة. خلنا نشوف شارع سيدة، بني بشارع سيدة من هني، نوصل هذا، نكسر هذا الشارع ونرد نوصل الشوارع الثانية بالطريقة هذه. قلت لكم انا مش وايد خايف من موضوع التوصيل، ما عليه شوي عوي شوي هذا، اخليه ماشي مع الشارع، لكن اذا بعدين بدأ يضايقني هذا موضوع ثاني. الاحاطة العامة للحديقة راح تكون بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة هاي. الإحاطة العامة راح تكون يا أصدقائي 1 2 شير حول الحديقة. طبعا نحن من فترة بدلنا السياج بالشير، يعني قمت أشوف الشجر عاملينه كثيم أجمل من أن أحط سياج وسياج 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 سياج. كان الناس عايشة في سجون، فخلنا نرفه شوي عن الناس بحدائق يعني. أوكي، انزين، هاي المنطقة داخلية مش حديقة حاليا، ممكن نخليها جدا حديقة، يعني بتكون فيها شوي خدمات هني
بس بيكون في ابواب معينة. انا احطي هاي هني، احطي هاي هني، وما انا باب هني، باب واحد هني، وانا باب هني عند الدكاكين، بما معناه راح يكون عندنا شارع يمشي للوسط. احاول اني اسويه بطريقة معينة حاليا، ابا امشي خارج المناطق الملاحظين، المناطق البناء الطريقة هذه. بس هذه خلونا نشيل بس الاندر جراوند تول هذا، بس ابغى اشيل هذا وخلي الطريقة هذه في الوسط مربع. طبعا عندنا الحديقة هني اصلا جاهزة للتوصيل. صبر، في خط واحد بس مايل، هذا بعدله شوي، اللي هني بعدله الوسط. شكله زين، شكله زين، شكله زين، بس كالعادة لازم شوي نرفه عن المكان ولا نبعد المكان على أساس الناس تبدأ تدفع حقنا فلوس. انزين، أقدر أحطي بعد باب حديقة ثاني هني، ليش؟ لأنه جنب الدكاكين والناس تبغى تمشي من هني من الحديقة إلى المواصلات، فخلوها تمشي. شوفوا المكان بشكل عام يعني من جيد إلى ممتاز. خلنا نشوف كمنطقة سياحية، هني بيبدأ يستوي له علامات من نبدأ نحط أشياء في الحديقة. يعني نحن ماشيين على ثيم الشطرنج، لكن في الوسط بنمشي على ثيم ثاني شوي، اللي هو أبغى أحط مجموعة ألعاب في الوسط هني. لعبة يمين، إذا حط لعبة يمين تركب لعبة يسار. أوكي، معناه إذا أجيب شارع من هني لين أحطي لعبة في فراغ. حلو، في فراغ لعبة من هني لين هني، ولعبة هني لين هني، وعندنا اللعبة الترامبولين الصفراء أكبر. حطي لعبة، لعبتين، لعبة، لعبتين، وبالطريقة هاي بنصير نبلنا شوي شير. الطريقة هذي بنحطي شير عوازل ما بينهم، ألوان مختلفة، وبنيب الحديقة جلسات، جلستين على داير مدور. الطريقة هذه ببدل بين اللونين على أساس يعطينا شوي تباين ما بين الألوان، وتباين الألوان هذا راح يفتح يعني شوي بعد الحديقة نفسها ويعطيها نغمة أجمل بصراحة. سوي يلسار طول الطريق، بسم الله. يوه، آخر شي غلط، حطيت ثنتين حمر، بس عادي، بس عادي، ما قضية، لأن هني بعد أخضر بيتكرر في كل الأحوال. هذه الطريقة شو سوينا، سوينا كذا. طبعا تلو تشوفون هذه تبدأ تمتد، السياحة تبدأ تمتد. طبعا انزين، الحين هذه الحين بشكل عام حديقة، طالع من حديقة، لكن في الامتداد هذا مال الأربع شوارع، إذا أحاوط منطقة هني، حلو، اللي هي فير فيو هيلز، طبعا هاي بتكون منطقة سكنية بحتة. إذا طالع التاكسس ما بنسوي شيء عليهم، تاكسس نحن سيتي بلانينج، يمكن ندعم الهاي تك هاوس شوي، بس ما أحتاج حاليا ندعم شيء، بس أبغى أدعم ريسايكلينج. ريسايكلينج بيكلفني شوي، بس ما عليه، ما بيكلفني، بينقص التاكس انكم مالي، ولا دخل شو العماير. العماير هذه نباهم راصين في بعض، يعني واحد اثنين، نبا صدق عماير، بس نبا كل جروب صغير على شارع. الحين هاي الحكمة، ان كل جروب صغير شارع اربع شوارع، زين، والخدمات نفسها راح تكون في شو، انا صغرت حبة هني، صبر، والخدمات نفسها راح تكون في الوسط، خدمات صغيرة نفس اللي هناك، والحدائق ولا خدمات الحدائق ترى اوريدي متوفرة لهم من منو، من منطقة الحديقة مقابلهم. بالطريقة هاي نقدر نوصل، لحظة، هذا الشارع ليش غير عن هذا الشارع؟ انا حاطر الشوارع هني، خلنا نكبر الشارع هذا. بالطريقة هاي يستوي عندنا الشارع. شوفوا الهدف من المكان هذا انه يكون زحمة، في زحمة في المكان، نقص الشارع من الوسط، وبنخلي الأولوية للشارع الثاني. طبعا
زين بالطريقه هاي الناس تقدر تمشي الحديقه بعد من البيوت هاي. ببدا على طول احطي بيوت، طبعا البيوت اللي هنا راح يكونن عماير. طبعا هذا شوي الاختلاف لان انا ما سويت المكان مسطح. زين الشوارع، الشوارع يا الشوارع، طبعا هذا الجزء شوي صعب انكم تسوون. انا اياس اسوي مكان مسطح جنب مكان غير مسطح، يعني نفس بيوت صغيرة بعدين بيوت كبيرة بعدين أماكن سياحية. اللي بيون العماير هني راح يستمتعون، واللي أكبر ممكن نسوي بالطريقة هاي. شارع يخلص وما نمده، بس بنمد مخرج ثاني للشارع، الأربع شوارع ولا للأربع شوارع، وبنحط لهم أشياء هني. أشياء هني ما بتكون حديقة طبعا، بتكون من ضمنها الباركن اللي هو خلنا نكتب باركنج أخير باركنج. إنزين في عندنا الحين مجموعة باركنات ممكن نستعملها، لكن بحتاج شيء بسيط، مش شيء كبير نفس العادة. البارك اللي كنت قاعد استعمله آخر فترة اللي هو مختلف شوي، اللي هو هذا الكبير يسار الكبير، هذا والله بارك ضخم ممكن يخدم الحديقة والهذا، بس وايد كبير. نبغى نحشي باركن بالطريقة هذه، باركن حاليا بالطريقة هذه. حلو الباركن في شير هني بهذا الباركنج هني وهذا الباركنج هني، نوعا ما هاي للمنطقة بس مايا ماي ما فيها المنطقة. اوكي اذا ما فيها ماي نسوي الطريقة هاي، الطريقة هاي، وبنمد الماي الى اخر شيء نقدر نمده مثلا بالطريقة هذه. فلوس عندنا مو مشكلة. زين فلوس عندنا فلوس، لكن هني اذا بنسوي ريسايكلينج بنسوي هالسوالف. اذا عندنا باركنجز نقدر نحطي دكاكين هني، بس على هالشارع ما بحطي، بحاول اخلي شارع شوي فاضي. بس هالمربع الصغير هذا بيقهرني بعدين، فخلوني اشله الطريقة هذه. فاستوى عندنا منطقة سكنية فيها كثافة يسوون إعادة تدوير، عندهم باركنات، وغير الباركنات الحين راح يطلعون محلات. ترى هالباركنات اللي مثلا بيخلي السيارة بيروح الحديقة بيهني يتمشى هالسوالف. بس هالحديقة كم ليفلها؟ 1400، هي تحتاج 1100 وشوي ولا 1200 وشوي؟ اوريدي هي مستوفية الشروط شكليا الصراحة، يعني الحديقة فاضية بس هي عبارة عن مماشي ترى، يعني في نهاية اليوم حاليا. فما بعقد المواضيع، هذا موضوع ثاني، لأن من حين نوصل 90,000 الوضع يمكن يتغير شوي. انزين الشيء الثاني، العماير حاليا محتاج احطي شيء في الزاوية جنب هذا اللي يقول انه لاند مارك، بس شيء ضعيف وطويل يعني. لا هذا، لا هذا حرام حطيه هنا. لا بحطي لهم عمارة يعني مناسبة انها تركب. احيد كان عندي مجموعة عمارة يعني، مش هذا انا ما بحط من هالابراج، مش برج تاخذ مساحة كبيرة. ممكن نحط برج، هذا البرج شو يدعم؟ يدعم انترتينمنت، تسلية، يسوي نويز بلوشن، كاباسيتي اتسترا اتسترا اتسترا. هذا وايد ضخم، انا احيده، ابا برج، ابا برج، برج احيد. هالبرج ياخذ مساحة طيبة بعدها، كل الابراج حاليا تاخذ مساحة ضخمة. فبالتالي اللي بسويه خلوني نلغي هالمنطقة هاي، بس المنطقة محتاجة برج كبير. اوكي محتاجة مماشي زيادة لان الناس مش قادرة تمشي للصوب الثاني، يعني مش كل الناس قاعد تي من هنا. بس الحديقة بالطريقة هاي بتبدأ تشتغل، نحن محتاجين كل بزنس يفتح ترى يطلع فلوس، بس الناس اذا تمشي من هنا ما بنعين خير الصراحة. فخلونا نختصر عليهم طريق شارع الحديقة من هنا لين هنا، خلى الناس تبدأ تستعمل طريق ثاني، ان ذاك الطريق ابدا مش عملي. خلنا نحطيه بالطريقة هذه، نحطي لهم شارع ثاني
من هني لين هني. لهم شارع بعد هني في مكان ممتاز هني لين هني، وخلى الناس شو تمشي. طبعا شل الموب التول حبة، وهذا كيف بركن في العمارة يخرب بيته. انزين، والناس بالطريق هاي تبدأ يعني مشاوي لها تستوي اسهل للطرف الثاني، لان الحين يمشون لوين يمشون الجماعة. واو. انزين، الشيء الثاني الأراضي اللي هني نحن لازم نمسحها، بس بنخلي الأراضي اللي في المناطق هذه، و بخلي منطقة هني مو مشكلة. بنحطي برج من الأبراج، نشوف الأبراج هاي ولا كل شيء هني موجود راح يخدم شيء في المستقبل راح نفتحه. بس ما بهذا البرج، في برج هذا لا، البرج هذا يبغى خدمات ضخمة. أبغى برج شوي من المنطقي إني ممكن أحطيه بالطريقة هاي. ممكن هذا البرج الأولي مالنا، في برج في المنطقة بالطريقة هذه، وركب عندنا برج ناطحة سحاب بالأحرى في نص ولا في زاوية المدينة هاي في قلبها. زين، أساس إن نحن بس نعدل الأمور، أنا نزلت شيء نفس البارك الحدائق اللي هو مسك مساجد. حلو، نشوف لنا مسجد يليق بالمكان هذا ولا بتعبئة المكان هذا. زين، اذا ما عبيت المسجد ممكن نحط جامع هني، تصدقون، او مسجد هني في المنطقة هذه. عندنا اماكن فاضية بتخدمهم سياحيا وشكليا. في عندنا مساجد صغيرة، بس ابغى احط هني نوعا ما، احط جامع الصراحة، ما ابغى احط بس ما عندي مكان فعلي حاليا، انا ما مسوي حاسب حساب مكان. انزين، هذا معناه الزاوية هذه راح نحولها، نشل المناطق اللي فيها نحولها إلى جامع. وبالطريقة بسم الله، هذا استوى مسجد جامع للجماعة. زين، وخلنا نسوي كنترول ننزله على مستوى الشارع أساس هذا يخف، وهني نقدر نحط فعلا باركنات بصراحة باركنج، لأن صلاة الجمعة يستوي زحمة هني تبون صدق. انزين، بالضبط يا القياس 1 2 3 خمس، ونحطي كم مشيرة هني. واستوى عنا جامع او مسجد جامع، ما شاء الله مكبرة، وراه باركنات اللي بيصلي بيوقف ورا. بس شو نبغى نسوي؟ كنترول اتش اتش كنترول كليك 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 كنترول اتش كلهم على كنترول اتش على هذا المستوى. نباك انت يا صديقي كنترول اتش على هذا المستوى. الحين لازم الشارع كله ينزل شوي، حتى المبنى هذا كنترول اتش على مستوى هذا الشارع. زين، هذا كنترول اتش، خل هاي اللي ينزلون ما عندي مشكلة، بس ابغى الجامع والعمارة يكونون سيدة صراحة. كنترول اتش على مستوى واحد. الحين انا سويت سيدة صراحة، بس الباركنات ما قاعد تعتدل. كنترول اتش، اذا ننزل هذا شوي، حرام والله. لين احصل حل لهم بتغاضى، لان هذا بياخذ شوي وقت وما بحرك وقتهم على الباركن كله. بخصوص انكم تمرون في نص الشارع على كيفكم، من قالكم على كيفكم تمرون وين ما تمرون؟ واه زين، لحظة خلنا نعدل الشارع. اوكي، مش غلط ان العمارة شوي تحت وفي ممر، بس الطريقة اللي كانت فيها خاطئة. انزين، الحين ها شو اخباره؟ احنا شوفوا نحن نبغى نزيد عبور الناس، خلاص الحين عبور الناس زين، دام انه يدخل كوست ماله ما عندنا مشكلة. بس هاي منطقة بتكون جامعة ل يعني شيء كبير. انزين، الحين منطقة التسلية بنحط فيها عماير، ما عندنا عماير، كنا نحط محلات صغيرة، بس بنقايس على قياس منو؟ الحديقة. يعني هاي الفيو مالهم على الحديقة دايركت. اوكي، هني مبنى واحد عود، هني ما بحط شيء، وبحط حول الحديقة اخر حبتين اربعة، خلينا نختمهم
خلي شوي فراغات، بخلي فاضي، اسوي بالطريقة هذه، وابغى اشيل هالثنين. اوكي، بالطريقة هذه بتطلع عندنا محلات يعني، فنادق غيرها سوالف. عندنا مشكلة اغراض الحين ما قاعد توصل صراحة، بس هم على الشارع العام الاساسي للعبة. شو الزحمة عندنا؟ بخبركم شيء على مستوى الزحمة، ترى بعدنا فوق 70% واللي هو ممتاز. هني شوي شوي راح نشتغل عليه بعدين ان شاء الله، راح نحاول نشتغل على الاماكن هاي اللي فيها الزحمة ونعدل الزحمة اللي موجودة. بس حاليا اخبار السكاي سكربر هذا ولا كمباني هيد كوارترز، والله حلوة يعني صراحة. الحين قمنا نشتكي من بعض الخدمات. الحين هالمنطقة يبالها احاطة شجرية صراحة، في عندنا مشكلة قمامة وهالسوالف. مفروض ما عندنا مشكلة، لكن شوي يوم في زحمة يتأخرون لين يوصلون، وهاي مصيبة ثانية. خلينا نسوي إحاطة الحزام الشجري اللي نتكلم عنه دايما، الطريقة هذه حول المنطقة كامل، الطريقة هذه وهذا يعني بالطريقة هذه. في شيرتين مرة في الوسط نزرعوا نايس، هذا بالطريقة هاي، هذا نكمل عليه ونسوي حزام على الشارع العام كامل حول المنطقة. الطريقة هاي نقدر نوفر شوية عناء. انزين بس يوم جيم انزين، عندنا هالشارع ممكن نوصله في الشارع العام، لكن راح يسوي لنا أزمة عالمية. ف خل تستوي شوي، عندهم زحمة مو مشكلة. زين، بخصوص القطارات اللي هنا، يعني احنا عندنا الحين قطار يجيب مجموعة ناس، حلو، أبغى أزيد نسبة الشحن داخل المدينة نفسها. اللي بسويه راح أمد سكة قطار، عفوا أول شي شارع، راح أمد شارع عرضي من هني. أوكي، بالطريقة هاي، وبنيب شارع مايل شوي نفس ميلان الشارع الثاني، وبعدين بنسوي شو، بسوي شارع سيدة صب. أعطيكم التكتيك كامل ان شاء الله. سوي هذا 4 شوارع هني لانه بيلتقي مع هني، وهني منطقة خدمات بالنهاية. زين، هني ممكن نحط قطار شحن، قطار الشحن ممكن نخبيه نوعا ما هنا بالطريقة هذه، بس محتاج شو، شارع ثاني، هو شارع اتجاه واحد ممنوع الالتفاف يكون فيه، وحتى هذا عادي ما يقدرون يلفون، بس شارع اتجاه واحد افضل في كل حول المراحل. الشارع هذا بيجي من هني هذه الى تقاطع الشارع الثاني، هذه المساحة البفر ولا بنستعملها حق القطار. وبنيب هذا هني، وبنيب سكة قطار، زين في سكة الخطار سيدة لين هني. ترى شوي شوي هالمكان بيزدحم اشياء، المكان مش على الفاضي محطوط. بعدين نقدر نوصل الخطار في صديقنا سكة اللي هني، ونخليه ينشب في حياته هني. اوكي، مو بالطول شوية، بس تعديلات بسيطة شكل الشارع، ارفع اللي هني شوي، ارفع التقاطع اللي هني خلاص يستوي طبيعي اكثر نزلته، وهذا مع الشارع الثاني ممكن نرفع هذا شوي، بس ما افضل. اوكي، بالطريقة هاي يكفي اظني، بالطريقة هذه هذا بيجيب اغراض حق المنطقة، بس ما في مي طبعا. هذا بيجيب اغراض لمنو، للمنطقة هاي طبعا. في نفس المنطقة راح يسوي عندنا مكان شوي مغلق اللي هو هذا في الزاوية، والزاوية راح تحمل خلى شارعين هني صناعية بحتة، شارعين
اوكي الطريقة هذه، بعدين بنبدأ نعبي في الفراغات حاليا حق ان نشوف الامور. انزل كهرباء، هذا عنده، خلينا نحط الى كهرباء والمنطقة بتوصل. انزين الصناعية هاي راح يستوي عندنا فيها اللي هي إعادة التدوير، وطبعا المسؤول عن طريقة دهني. 1 2 3 4 تاخذ دهني بشارع صناعية. 1 2 3 4 مفروض هذه تركب هني في ظهرها على طول، صح؟ كهرباء شلت مفروض. اوكي نايس. هذا الشارع الحين خلينا نوصله سيده، راح يخدم إعادة التدوير في المنطقة. إنزين هذا راح يتغطى مع الوقت، شوي شوي راح يتغطى، وهذا راح يجيب لنا أغراض أكثر للمدينة، وراح نحاول نطلعهم من الشوارع الثانية. يعني الخدمات والصناعيات حق هذا المكان بيكون فيه هنا شوي خدمات وشوية إنتاجات في المكان هذا، عرفتوا؟ فهني مكان جميل صراحة، مكان جميل. يعني ممكن نغطين فبركة شوي نسوي، لأن سالفة يعني مكان شحن واحد ما يكفي ويسوي ضغط، نحتاج أكثر من مكان شحن. احتمال كبير أن يشتغل، احتمال كبير ما يشتغل، لأن لو تشوفون هنا بعد missing no goods to sell، يمكن يبون يستوردوه من بعيد. في المقابل أنا ناوي أخطي في عندي، لأن صناعة واحدة ما سويتها، كنت ناوي هذه أنقلها هني، بس ما راح يصير هذا الشيء، هذا الشيء ما راح يصير. الحصة في المستقبل راح انقلها منطقة جبلية وبسوي له قطار وصل. المزارع بكملهم هني، والتشجير بكمله هني، لان قلت اقرر افصل الاثنين عن بعض صراحة. اوكي بس بالنسبة لهني ممكن اودي بعد منطقة جبلية عند بحر بعيدة. خلنا ندق مود الكاميرا بخبركم شو السالفة الحين. هذا لحظة مود الكاميرا بعد ما قام يطلعني، عدلوه شو الكاميرا راح تطلعنا على راحتنا. المهم بنصير نشوف ان منطقة جبلية نفساي، ونحولها الى صناعة احجار بعيدة، ومنطقتها بترولية يمكن بعد نفس الشيء، تكون في زاوية هني ما بين جبال، يمكن على الاغلب تكون جزيرة بترولية نسوي. عندي افكار وايد يعني، هاي كلهم مع الوقت بيطلعون من هني وبيستوي لهم مواصلاتهم الخاصة. وبعدين هني بتستوي يمكن السياحات تبدأ تحتل يعني هالمدينة، ولا هذا الديزاين بنفسه يبدأ ضخمه بشكل كبير ويحتل المكان كعالم سكاني، والصناعات تكون برا على المدينة، بس عندنا مواصلات يعني مختصر يكون عندنا مواصلات أهم شيء. الماي شو أخباره؟ ماي أوكي. إنزين بالنسبة لنا الحين سوينا هالشيء، هني راح تكون، بس بخطط وياكم موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله. إنزين اندستري اريا، الاندستري اريا هاي نقدر نحطين حن اللي هي جراس فيرتل لاند الى اخره، بس المنطقة التجارية ما تحتاج هذا كله، تحتاج اشجار. بناخذ نشير مثلا هذا ونحط برش كبير، هذه بيستوي اذا يعني يمكن حد ما يعرف المعلومة، بس اذا تسوون المكان هذا شجري غابة راح يتحول لثروة. شو الحين برد دروي كمان لثروة تجارية. طبعا احنا ما بنعتمد على المصانع الاورجانيك، احنا بنسوي مصانعنا الخاصة، ولكن ريسورسز عفوا. شوفوا استوت منطقة غابات، وفعلا انها منطقة غابات كثيفة، وهذا المطلوب. انزين لازم منطقة تشجير تكون منطقة غابات كثيفة، وبنسوي فيها الشارع اللي بالعكس. ليش؟ اساس يبين في الوسط بعد في شير، يعني ثيم المكان شير بالطريقة هذه، وراح تكون المنطقة شوي مختلفة عن باقي المناطق، لأن هذا المكان على الأغلب ما راح يتغير. منطقة التشجير هاي والغابات راح تمتد ولن تغير، مش نفس باقي البزنزات، لأن باقي البزنزات احتمال كبير أنها تطلع، المزارع يمكن توصل هني، المعادن أماكن ثانية، لأن نبال المدينة شوي نفضيها، لأن الزحمة هاي اللي تشوفونها كلها راح تختفي مع الوقت شوي شوي شوي. ليش؟ لانه راح يطلع من كل الشارع شق يوصل مكان في المدينة، وبنسوي شارع دائري كبير داخل المدينة، وهالشيء اللي يفتقره حاليا. فكل اللي تشوفونه بيستوي له اعادة هندسة على فكرة، بس لا تستعجلون، ان شاء الله كل شيء خير. فان شاء الله في الفيديو القادم راح يكون موضوعنا كيف راح نحول هذا المكان الى
مصانع غابات، واللي هي الصناعة الأخيرة اللي باقيت لنا حق إنتاج الفلوس، لأن بدأت الصناعة واحتياج التجارة عندنا يزيد شوي بشوي إن شاء الله. هذا راح تكون منطقة صناعات الأشجار. بس بالنسبة لنا حاليا نفس ما قلنا راح يكون في منطقة تجارية وسطى ما بين المدينتين، اللي هي إن شاء الله راح تكون نفس الشارع، الأربع شوارع الحين. خلينا ننزل هذا حبة، ننزل هذا فوق. أيوة، لأني أنا الأرض غير هنا، نسوي بالطريقة هذه، وهاي بتكون ما بين المنطقتين، بتخدم المنطقتين بشكل كبير يعني إن شاء الله. بس هاي ما راح يعتمدون على شوارع طولية لأنها محلات، يبي يخلي الناس تروح وترد. ما عليكم، الناس بتروح وبترد هني وبتستانس وبتسوي كل شيء. والله خلي اسويها مربعات، موضوع المربعات جميل صراحة، مربع اصغر وراح نعبيه تجاريا على اساس احتياج القادم اللي بينا تجاريا نقدر نغطيه. بس الحين اللي لازم اركز عليه اسلوب النقل، شوي 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 نعدله، لان هذا الحين الشارع مستوى ثاني من النقل صراحة، مفروض مقارنة في باقي الاشياء، لدرجة الشوارع وسيعة، مفروض كل شيء تشوفه حتى لو كان ضعيف يوصل الصوب الثاني. طبعا ما راح يتم بالطريقة هاي، لان راح نمد المنطقة السكنية على المنطقة هاي، وراح نسكر المكان، بتكون منطقة تجارية صغيرة، بعدين السكنية هذه راح تكبر شوي شوي ان شاء الله. بس هني الحرائق شيء مخيف، نفس هذه الحديقة اللي تم تحترق بي انا كل مرة. المهم مشكورين على متابعة الفيديو، سوينا امتداد للمدينة هاي. هاي المدينة قلت لكم شوي بتطول، لان قاعد اشتغل شوي، احدد الديزاينات اكثر، واحدد لا اله الا الله الناس المستهدفة اكثر. فنشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.